أثرت فيا، أثرت فيك، وجيت عليا، وأنا جيت عليك. ما تيجي نغير بعض وندور سوا على بعض، ونحاول نبدأ فكرة، وكفاية سنين البعض، كفاية سنين البعض. بقوم من النوم بعز النوم أفكر فيك طول اليوم، أنا العاشق أنا المهموم، ومنك ليه أنا محروم. بقوم من النوم بعز النوم أفكر فيك طول اليوم، أنا العاشق أنا المهموم، ومنك ليه أنا محروم. حاجة كده من طرف الطرطوفة. صباح الفل يا بلاميطة، وتعالى في الميدان. ايه ده؟ إيه انت بتقول ايه؟ ايه الحلاوة دي يالا؟ ايه رأيكوا؟ كأن انا اللي بغني بالظبط، صح؟ صح. تسلم لي يا جاسر، انا مش عارف اقول لك ايه. بس انا ما ظهرتش كده نجم خالص يعني، ولا طلعتش في اي حاجة. هو انت عايز تظهر كمان يا جاسر؟ ما انا قلت لك يا جاسر اصبر. قلت لك انا عشان اوصل للي انا فيه قعدت مكانك. انا طلعت نجوم كتير قوي يا جاسر، مش عايز عينك تروح للشهره والنجوميه كده على طول. ده بص كام تعليق جنة، ده في فرح في 16/5 اهو. يلا يا 16/5. ايوه وبصوتك انت. يعني انا هغني فيه؟ ايوه. شفتني وانا بقول الحته اللي انت كنت عاملها بتاعت ايه؟ قولها كده. اثرت فيا. الله. شفتني وانا بعملها؟ الله، كانك انت. صح ولا لا؟ بس بقى، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه في كل الافراح هتبقى معايا، هتغني من تحت المسرح. ماشي يا نجم. ماشي زمهره. ايه انت كنت بتقولوا ايه؟ انت مالك انت؟ وانت ليه مش مصدق ان انت ما بتسمعش؟ ما بتسمعش؟ ما بتسمعش؟ انت لابس زي حجازي متقال كده ليه يابا؟ ايه اللي وش يابا؟ في ايه يابا؟ خضتني يابا. يابا انت بتعمل ايه؟ بتمثل ولا ايه؟ كورونا. كورونا مين يعني؟ ايه اللي كورونا؟ شفت رؤساي كدمات تتب؟ ناهي كابني هنا. رؤساي كدمات تتب رؤساي. بتقول لك وانت داخل لازم تكون لابس كمامه. اه، مين دي يابا؟ مراتي يالا. مراتك؟ مراتك؟ ايوه. يعني كاتب كتابك؟ احلف لك على مصحف. انت بتعرف تتكلم هندي ولا صيني؟ انت بتشتغلني؟ اسكت. شفت رؤساي كدمات تتب؟ نايك بنينا تاتشو تشد الكفار الرادة. انا يوم اقلنا يا مام. بابا بابا، والنبي مراتك مراتك يعني؟ لا ايوه، بس انا في الصيني بتكلم صيني مكسر. بابا ما تيجي تقول لها بحبك، بتقول لها ازاي؟ نهي نهي والله نهي. طب ولو عايزها تقول لها تي بوسه؟ نهو نهو. واحد نهو نهو. يا اختيش يا لا، دي مرات ابوك مهما كان. وايه يعني مرات ابويا؟ واحد نهو نهو. يا لا انت. الله، انت ايه اللي اجابك؟ ايه يابا، انت مش قلت لها تقف معايا يابا في المشروع بتاع الموبيليا؟ وعمال اكلمك مش عايز ترد عليا. ايوه، مش تطب عليا كده بشكل مفاجئ، لازم تكلمني في الاول عشان اتحضر. ما انت من ساعه ما جيت من الصين وبكلمك مش عايز ترد عليا. نهي. ايه اللي نهي؟ نا كابرنيه.
كان بني يابا بتاع ايه يابا؟ انت في ايه يابا؟ مالك يابا كده؟ ايه بقول لك اللي بقول لك عليه. ياه انت بوظت التدريب. عيش قصر عمر. عيش قصر عمر؟ هي يابا طلعت من امباب. اه ده فيلم على ايه؟ على الماسكارات يابا. ماشي على سيبها هي كده. لا والله. لا تتنعربي مني. ابا اخبار الديسك ايه؟ والله ما اخبيش عليك. بعافيه شويه. نعم؟ بونجور استاذ. يا حيوان. يا مؤاخذة معلش. دخيلك فيك تقول لي هو مكتب عمر وسلمى؟ اه يا فندم رقم 15. لا يا فندم لا لا انا يا فندم انا عمرو سلمي يا فندم انا عمرو سلمي المحامي يا فندم اتفضلي. هي فيها واو بس. الله يجازيك يا تامر يا حسني. اتفضلي يا فندم. عن جد؟ انا يلي حكيتك على التليفون. حضرتك مين؟ فكريني بس عشان الموكلين عندي كتير شويه بس الموكلات قالوا. والله انا زينة يلي حكيت زوجتك على جروب شو اسمه زوجات متمردة. زوجتي مين؟ دي الشغالة. زوجتي قصدي السكرتيرة. السكرتيرة يا فندم. بس على فكرة انا لسه مطلقها من جوزها على فكرة. محامي شاطر جدا. اه والله يا فندم جوزها ده كان مش رومانسي خالص. لا بيجيب شوكولاتة ولا وارد ولا بيسمع الأستاذ تامر عاشور. بس أنا غيره خالص خالص. هلأ صاحب الفيلا بده يسكر لي الاسبا وهذا ما يرضيك. ده ما يرضيش كافر. أه والله العظيم. يعني إيه يقفل الاسبا؟ أمال الناس تدلك وتتسوسن فين؟ شو يعني تتسوسن؟ تتسوسن يعني إيه؟ مش عندكم ساونا؟ بلا في. بلا في ساونا؟ بلا. والاسبا ده كله حريمي يعني كله ستات بس؟ بلا. بلا؟ بتك البلا. طب يا فندم اكيد القضيه دي كلها ثغرات وممكن ابص منها على القضيه احسن شويه. يعني عايز ابص على القضيه اركز في القضيه. يعني ممكن نشوف الثغرات اللي في السبا؟ طبعا طبعا طبعا. طب اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي. عايزك عايز اشوف كل الثغرات يا فندم. اتفضلي اتفضلي بيري يا حبيبتي. ايه يا مبيه؟ انت عارفه يعني قد ايه انا بحبك ومعجبه بيكي. يعني عايزه يعني اسالك سؤال عشان انت خبره بتروحي وتيجي وتلبسي كده. يعني لو واحد يعني انت معجبه بيه طويل قصير تخين رفيع وشعره كده مسرسب كده وزي القمر يعني وانت مش عارفه تقولي له ومشاعرك كده هتنفجر فيه قولي لي اعمل ايه؟ انصحيني. خدي ما اقول لك. خرجتوا مع بعض؟ لا. حصل بينكم حاجه؟ في تاتش؟ ليه يا حبيبتي التاتش ده بعد الجواز؟ لا 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 ما عندناش الحكايه دي. بقول لك يعني هم الناس قالوا لي ان هو يعني معفن كده بس انا بحبه وقالوا ان هو شكله كده يعني مبعجر ومكعب بس انا برضو بحبه. قولي لي اعمل ايه؟ خديه وروحوا كافيه اشربوا كابتشينو. لا لا لا. امشوا على النيل. لا 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 دي كلها محرمات. لا ما ينفعش اعملها. قولي لي نهايه الكلام اعمل ايه بدل ما انفجر في نفسي. بقول لك ايه يا مبهج؟ ايه؟ كبري دماغك. اللي بعده اللي بعده هو الواد عطوه المكواجي. ايه ده؟ هو انا المفروض اغني؟ نعم. امال مين المفروض يغني؟ امال احنا عاملين القعده دي كلها ليه؟ يا جدعان انا مش جاهز. انا لسه اخد دش وخايف يجيلي برد. يا ابني ما عشان انت تبقى مطرب كويس لازم يجيلك برد. غني بقى يا زمارة وخلصنا. الله. لا ما انتوا هتكلموني بالطريقه دي انا مش هغني وحد بيتعصب عليا. خلاص بقى خلاص بقى ما تزعلش مني. انا اسفه يا زوز. يا جماعه قلت لكم 100 مره ما حدش يضغط عليا على زم ما اعرفش اغني والمقامات كلها. معلش يا اخي يلا يا اخي يلا يا اخي يلا يلا اتكل على الله يا ابني. ماشي خلاص يلا من تحت. من تحت ليه؟ ما خلينا فوق. فوق ايه؟ وانا بقول لك انزل غني تحت. انا بقول لك من تحت يعني ورق من تحت. اه جديده دي قد افتحي الاوضه اللي جوه طلعي لي حاجه شتوي من الدولاب. الدنيا برد ايه مش حاسه مش حاسه. افتحي الاوضه اللي جوه طلعي
الجلاب الدنيا برد ايه مش حاسه مش حاسه ما خدت واحده ما بتحسش الله الله خدت واحده ما بتحسش الله الله خدت واحده ما بتحسش خدت واحده ما بتحسش خدت واحده ما بتحسش الله الله خدت واحده ما بتحسش الله الله خدت واحده ما بتحسش خدت واحده ما بتحسش طب افتح لي علبة تونة عمو عمو أو حتة جبنة وزيتونة عمو عمو افتح لي علبة تونة عمو حتة جبنة وزيتونة يعني إيه كلت التونة؟ آه يعني إيه كلت التونة؟ آه كلت واحدة ما بتحسش آه كلت واحدة ما بتحسش واحدة ما بتحسش عمو عمو ما بتحسش الله الله خدت واحده ما بتحسش الله خدت واحده ما بتحسش آه طب افتحي لي علبة جلوبيس آه تعملي بقى نص رغيف عربة عربة يعني ايه كلت البلوبيس آه يعني ايه كلت البلوبيس آه يعني ايه كلت البلوبيس خلاص يا زمار خدت واحده ما بتحسش الله خدت واحده ما بتحسش الله الله خدت واحده ما بتحسش الله الله خدت واحده ما بتحسش خدت واحده ما بتحسش بقول لك يا ابن اللعيبه ايه الاحساس ده كله اقول لك حاجه ده الاحساس بتاعك كسر الكنبه يلا اللهم لك الحمد طب بقول لك ايه انت جبت الاغنيه دي منين ده دي من وحي خيالي وحي خيالك يعني مش هتعرف تغنيها تاني اغنيها ازاي وانا حافظها حافظها يا نهار ازرق ادخل ادخل ايه ده باب شقه المفروض حد يفتح طب ما تقول لنفسك ما انا بقول لنفسي المفروض حد يفتح خلاص قوم افتح انت وما تفتحش انت ليه؟ انت الكبير افتح انت وعمر ما يفتحش ليه؟ هو ده بيتنا ما تفتح انت يعني ايه عشان بيتنا انا اللي افتح ما تفتح انت يا افراح لا ما افتحش وما تفتحش انت ليه؟ خلاص يبقى حبيبي اللي يفتح ايه ده لا افتح ليه؟ انا عازف عازف ايه يا ابني بتاع الكبده؟ احنا جايبينك عشان تفتح اساسا خلاص احنا نلعب كيلو بامية على مين اللي يفتح ماشي كيلو بامية طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما نقوم احنا الاربعة نفتح لا انا اللي هفتح يا ابني طب ما قلتش كده يا بس عايز اضربك يا عسليه تضرب مين تضرب مين عايز اضربك يا عسليه تضرب مين بس ايه اضربك انت عبيد عملت ايه واتنا ايه يابا ايه في ايه يعني انت معاك مفتاح ليه كل مره بتخبط انا بحب اخبط دي هوايتك يعني ايوه مش في حرمه حرمه انت مش هتفهم الغيبوبه اللي انت فيها دي يابا انا لقيت العيال دي بيقولوا انهم اخواتكم هم دول هم دول يا زمان ايوه بنت افراح دول اخواتنا النجوم دول يا عسليه الحمد لله يا رب الحمد لله ان انا شفتكم الف حمد شكرا انا هروح افرح امي ماشي هروح افرح امي ان انتوا جيتوا اخواتي حبايبي بعد العمر ده كله بعد العمر ده كله بعد العمر لا ما فيهاش طبلة دي بعد العمر ده كله نتجمع سوا فين في بيتنا انا نفسي احضركم بس عشان الترابيزة لازم ما تعيطش يا اخي ما تعيطش طب نعمل ايه طيب؟ بس ما تعزفش بقى اوفر اوفر اخر حاجه ليه؟ يا ابني احنا اللي رايحين لهم الاستوديو اصلا ما انا عارف ده انا بعمل مقدمه عشان وحشوني اخواتي 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 50 50 سلام معلش معلش انا اسف لسه متعرف على اخواتي الجداد اخواتي الفيفتي الفيفتي هوبا يا فيفتي يا فيفتي يا فيفتي يا فيفتي يا فيفتي يا فيفتي هوبا يا فيفتي يا فيفتي الفيفتي 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 فيفتي بالنص ها فيفتي بالنص ايوه
سادات سادات اخويا سادات سادات اخويا اخويا سادات 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 اخويا سادات بالنص 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 عمرو 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 المحامي معهوش 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 ابويا ايوه ابويا اوبا ابويا الله ابويا ابويا زباله زباله يا حبيبي العمر تعالى 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 يا حبيبي العمر هتوحشيني يا كرون. أنا قضيت معاكي فترة ما انساهاش في عمري. وأنا كمان كنت مبسوط وكنت أتمنى أستنى معاك أكتر من كده. ما ينفعش يا كرون، أجيب لك صحة منين؟ طيب أشوفك على خير قبل ما أأتي. خلي بالك من نفسك. وأنتي خلي بالك من نفسك يا كرون. تسمعنا واحنا بنتكلم؟ لا هي واخده مهدئ وهاديه شويه، بتسمع اغاني قديمه كده مع نفسها. حلو حلو، اصل المروحه لفحت ظهري وعايزك تكتبي لي مرهم. حاضر يا عم عارف، هكتب لك مرهم كويس. جميل جميل جميل، لو فيها اساءه ادب. انا عايزك بس تعملي لي مساج. لا المساج ده بره البيت مش هنا. ليه ده ضهر؟ تعالى 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 تعالى، عشان انت راجل عظيم الاخلاق. انت ايه حكايتك؟ كتنام عليا كتك مصيبه تاخدك. انت ايه حكايتك؟ انت فاكرني ان انا مدروخه؟ لا انا مش مدروخه، ده انا شريط بحاله يحوق فيا، دي دماغي متكلفه. يا راجل يا عايب يا شايب، عيب عليك يظهر من بنتك. انت ايه؟ مش كفايه انك عايش عواله وحساله وانا اللي باكلك وبشربك ومقعدك عشان خاطر عيالك؟ بص انت منك لله مالكش لازمه، لكن معلش عشان خاطر عيالك بس. يلا بره بره بره، ده انت مفكك. اجري يا شيخ روح كده، انت باين لك وش من ده. اخصى عليك وعلى شرفك. اه عادي تعالي تعالي انت تعالي تعالي بقى تعالي 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 اقعدي. انت اعمل فيكي ايه؟ اوديكي فين بالحاجات اللي انت شايلها دي كلها؟ اخبيكي منهم فين يا بنتي؟ انت ما سمعتيش عن كيم كركشيان واللي بيحصل لها والحراميه اللي مش بس هي مكلفه؟ ها سمعتي عليها ولا ما سمعتيش عليها؟ لما انت سمعتي ما تعمليش زيها. ليه بتلبس هود شورت؟ اوعي تعملي كده، اوعي. ده هنا قدامات التربيه وقدامات الاصل وقدامات كل حاجه. يا بنتي يا حبيبتي انا خايفه عليك يا ماما. البسي حاجه تسترك عشان خاطري، ده بيت ذكوري. ايه يا خيبوش؟ ايه يا خيبوش؟ انت بتحضر عفيت ولا ايه؟ دي كوبايه شاي خيبوش ولا حقيقه؟ ايه مش ده ولا شيكور ولا زنجر بتوع المهرجانات؟ ايه ده نجوم في حياتنا؟ يا نهار ابيض. اهلا 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 يا باشا. يا اهلا يا نجوم. النجوم الشهيه والمهرجانات يا خيبوش، انتوا جايين لنا صح؟ اخوكم حقيقه الفظيع مطيب. استنى على حريقه. ايوه خيبوش. اعرفكم بنفسي، خربوش البوابه الرئيسيه للحاره دي. بقول لك بوابه، احنا داخلين القلعه يا عم. الله العظيم. برايك يا باتن. كباتن دي تقولها لي لما نكون بنبسط بعض. او لابس شورت وفانيلا. لا اديها. الله دمها خفيف والله. يا خيبوش بيح على الاساتذه علشان دول العالم مشهورين. قومي يا باشا قومي. طب بقول لكم بقى نجوم، انتوا تخرجونا بقى من دور المظالم ده وتودونا محل افراح بنت امبارح. يا نهار اسود ازرق احمر، انت عايز افراح؟ انت دوست في الغريزه بتاعتي. بقول لك ايه، يلا لا فيها امبابه ولا بولاق الدقيوي، عشان تعدي من هنا لازم تشخلل. شخلل يلا. فتي شخلله اهو. الله. فين افراح بقى؟ انتوا عيال دمكم خفيف، ممكن ناخد صوره سيلفا من كابتن؟ طب يلا بقى احنا اخرنا صوره سيلفي مع بعض، بعد كده تودونا عند البيت. الله عليكم الله عليكم. يلا بينا صور معايا. يلا جاي مع افراح. مين دول؟ بطيخ يا رحمه. كرايه افراح هو كل شويه ولا ايه؟ انت واقفه زي الخشبه في السيجاره الكروباترا. وهفضل وهبقى مالبورو لغايه ما ادخلك السجن يا تزبد. ايه 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 افراح الدخول الشايس ده؟
حولي مية من الأيام تيعي مشاعرك يا مجرم. أنا بحبك يا فياح، بحبك يا فياح. إيه يا واد الأداء ده؟ إيه ده حلو، عجبك يا فياح؟ آه يا أختي. وأنت تعرفي الأمامير؟ يا غراشي طبعاً أعرفهم، دول حبايبي عشرة عمري. ها خدتوا إيه من الدنيا؟ أنا خدت يا أفراح. ماشي هجيبك. وانت بقى يا صغنن خدت ايه من الدنيا؟ انا خدت بالي من نفسي يا افراح. طب مثلي على نفسي. نفسي متمسك.